هي التربة السطحية أو سطح الأرض، يعني هاي المنطقة اللي هي سطح تشكل سطح الأرض. الطبقة اللي تحتيها بنسميها ماء التربة، هو كاتب منطقة التربة بنسميها ماء التربة، ماء التربة، ماء التربة. بعدين عندنا الطبقة اللي بعديها بنسميها الماء الغشائي أو الجذبي، الماء الغشائي أو الجذبي. يعني بنحكي عن كل طبقة من الطبقات بعد شوي. بعدين الماء الشعري الموجود هون، هاي الخاصية الشعرية بنسميه الماء الشعري، وكلها هاي الطبقة كاملة من هون لهون نسميها نطاق عدم التشبع. الآن أسفلها بصير عندنا اللي هي طبقة المياه الجوفية، الماء الجوفي اللي نسميه نطاق التشبع الدائم، تشبع لأنه فيه باستمرار مياه جوفية. وآخر شيء اللي هو هون بكون عندنا الصخور الكتيمة الغير منفذة للماء. يعني هاي بشكل عام بنسميها نطاقات توزيع أو التوزيع الرأسي للمياه الجوفية، نطاقات التوزيع الرأسي للمياه الجوفية أو كيف تتوزع المياه الجوفية. قلنا نبدأ من سطح الأرض، بعد ذلك بس نشوف صورة أوضح. يعني هاي نفسها المصغرة هون بس عشان نوضحها. قلنا أول شيء اللي بنسميه ماء التربة اللي هي الطبقة العليا اللي عادة بتمد النباتات جذورها فيها، يعني هي المنطقة التي تمد النباتات جذورها فيها اللي هي نطاق طبقة التربة السطحية، نطاق طبقة التربة السطحية، عشان هيك بنسميها منطقة ماء التربة أو نطاق التربة السطحية التي تمد النباتات جذورها فيها. الطبقة الثانية بنسميها اللي هي طبقة الماء الغشائي أو الجذبي. الغشاء إنه مرات بكون في عندنا حبيبات تربة أو حبيبات التربة تتجمع المياه حولها على شكل إيش؟ أغشية، على شكل أغشية بنسميها الماء الغشائي. أو الجذبي لأنها راح تتسرب بعد تجمعها باتجاه وين؟ باتجاه الأسفل طبعا حسب الجاذبية الأرضية، عشان هيك بنسمي نطاق الماء الغشائي أو الماء الجاذبي. النطاق الواقع أسفل هذه الطبقة بنسميه الماء الشعري، الماء الشعري أو اللي هي منطقة الخاصية الشعرية أو التي تنشط فيها اللي هي الخاصية الشعرية، لأنها أسفل هذه الطبقة توجد اللي هي منطقة المياه الجوفية. تل الخاصية الشعرية المقصود فيها أنها تسمح بانتقال الماء الجوفي من أسفل إلى أعلى تحت تأثير به الخاصية الشعرية. الآن منطقة أو ماء التربة والماء الغشائي والجذبي مع منطقة الخاصية الشعرية نسميها منطقة غير مشبعة أو نطاق عدم التشبع، نطاق عدم التشبع. لأن ما الآن في فترة الجفاف الطبقة هاي كاملة شو بصير فيها؟ تجف،
الطبقة الأسفل منها اللي هي تحتوي على المياه الجوفية بنسميها نطاق التشبع الدائم، يعني هاي مشبع لأنه فعليا كل مكوناتها من المياه، وبالتالي صار عندنا طبقتين رئيسيات اللي هو نطاق عدم التشبع اللي بيشمل منطقة ماء التربة والماء الغشائي والجدي ومنطقة الماء الشعري أو الخاصية الشعرية، ونطاق التشبع الدائم اللي هو بيشمل على المنطقة التي تحتوي على المياه الجوفية، وأسفل منها قلنا اللي هي منطقة الصخور الكتيم الغير منفذة التي تسمح بالاحتفاظ بالماء الجوفي. هذول النطاقات نسميها نطاقات الماء، نطاقات الماء المياه الجوفية، أو كيف تتوزع المياه الجوفية على سطح الكرة الأرضية في أي مكان على